l'Université de Dimitrovie, نابل التكريم الطلبة ولختم السنة الدراسية وأيضا الاحتفال بالعيد ميلاد الخامس عشر لليونيفرسيتي دي ميديتراني. اليونيفرسيتي دي ميديتراني كانت لي يعني اغريابل سربريز، معناها تفاجأت فيها بالوجه الحسن نتاعها، على خاطر في فترة الكونفينمون في شهر مارس وابريل نظموا لسواري تشالنج تحدي ضد الكوفيد، وكنت بريزيدون دونور دي جيري، على خاطر ثم كانت مشاريع موجهه لمكافحه الكوفيد بما فيهم مشاريع في اطار لو سونتي، مشاريع طبيه وشبه طبيه في مكافحه الكوفيد، وتم اختياري كباحث طبي في المجال هذايا باش نكون بريزيدون دونور نتاع الجيري. لاحظت اللي الانفستيسمون الكبير اللي تقوم به جامعه المتوسط في الكاليتي نتاع البروجي المقترحين، الكاليتي نتاع لي زيتيديون حاجه ابهرتني الحقيقه نتاع ربي، وكان لي الشرف باش تعاونت معاهم ويشرفني باش نواصل دعمهم، على خاطر كان لي معناها كنت نوجه الطلبه ونوجه المشاريع اللي كانت مقترحه وحاولت باش نقربها للواقع، وحاولت باش نعطيها بعد تونسي لكن بعد ايضا عالمي في الفتره هذيك، بحكم معناها اللي يعني نعمل في المجال هذايا واللي يعني نعمل في مختبرات عالميه ونعمل مع شركات عالميه في المجال هذايا، وخاصه في مجال الابحاث الطبيه.